السلام عليكم البنات، لاباس؟ كديرين؟ لاباس عليكم. اليوم جبت لكم واحد يعني سفوف او سلو كما كتقولوا، واحد كيفاش يقول ليها. المهم هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي تاعو الاولاني باش عاد نبدا لكم في المقادير. هي بكل بساطه ما فيها شي مقادير يعني صعيبه، عاديه. فيها كيلو ونص تاع لوز، وجوج كيلو زنجلان، وفيها نص كيلو ديال زرع الكتان، كيلو ونص تاع كاوكاو، ربعة ديال اللان، نص ربعة محبة حبة الحلاوة، ونص ربعة ديال النافع، وحجم على كبار ديال القرفة. هذه المسكة الحرة مدقوقة مع شوية السكر، وكينا هذه القرفة، وكينا هذه الجوزه، نص جوزه ماشي بزاف، غير نص جوزه درت، ما درتش بزاف. هذه هي النافع وحبه الحلاوه اللي قلت لكم، والعسل، ما زهر، وسكر كلاصي يعني سكر سبيسيال. هذو كلهم كيكونوا منقيين، مغسولين، منقيين ومطحونين، ماشي بزاف يعني مهرمشين شويه، ماشي بزاف. والعسل تناخذ الزمزمي ضروري كنخلط به، لانه هو اللي كيعطيني واحد اللذه تكون زوينه في السوق ديالي. ان شاء الله نبداو على بركه الله. انا كنبدا كندير كيلو اولا كيلو لارب ديال الطحين فورس، يعني حمصته غير في الدار يعني في الكوكوط، ودرت نص كيلو ديال الفينو حتى هو حمصته في الكوكوط. حنا نبداو على بركه الله. ها هي جوج كيلو ديال الجلان، هذا اللوز صافي، ونديرو كاوكاو، زرع الكتان حتى هي، كلهم هرمشين يعني ما بغيش عاد نبقى نشد لكم تاني، عاد نطول عليكم كيفاش تشدوهم تحمروهم. راه كلشي كيعرفوا كيفاش يحمروا، كيفاش يحمصوا الطحين، كلشي كيعرف يعني. حنا نديرو غير الحاجه اللي مهمه اكثر واكثر، لما راه كلشي على اليوتيوب عامر داكشي، كلشي مغسول منقي يعني لحقو طريقو، وعطوها الخاطر هي بشويه. نزيدو القرفه حتى هي، هذا إلان، ربع إلان درت حتى هو مدقوق مزيان، يعني راه مدار بحال فورس. صافي غنزيدو حبه الحلاوه النافع، هذه القرفه درت تقريبا جوج معالق كبار، هادي الجوزة نص جوزة درت، مقوي ماشي قوي بزاف تدوخ انا ولا شي حاجة. هادي المسكة الحرة درتها في مولينكس هي وشوية السكر باش يلا تطحن مزيان، باش كتني تجي منيلة ما تجيش باينة. والسكر مبغيتش دابا ندير السكر كلاصي، يعني حتى نشوف العسل فين غي يعني غي واش يجي حلو بزاف او لا ناقص، انا غنشوف على حسب الكميه. الا جات ناقصه راه غنزيد ندير السكر، ما جاش لا ما جا هو هذاك صافي بلا ما ندير السكر بلا سبيسيال. نخلطو مزيان بعد هي الاولانيه باش نهز الطحين اللي لتحت نهزوه فوق، ونخلطو العناصر كامله. واخا يبان لكم داكشي مكركب راه ضروري في الاخر غندوزوه في الغربال غليظ باش كلشي كيهبط، يعني كلشي ما يبقى حتى حاجه مكركبه تما. بقاو على هاد الطريقه حتى نخلطوها بعدا الاولانيه مزيان، وعاد نديرو العسل والزبده وما زهر. حاولوا عطاها الخاطر غير بشويه حتى هي باش تجي مزيانه، وحتى هي خصها كتبغي تدخل كل حاجه شويه بشويه. اما لعطيتوه في الاول وكبيتو الزيت او الزبده في خطره واحده، راه في الاخر غتفاجئوا، راه كديروها بالمرات في السطل اولا كديروها في دوك البواطات كبار رمضان، وفي الاخير كتلقاو راه هبط لكم لتحت الزيت. من الاحسن عطيوها الخاطر وبشويه، وخلي العناصر كلها تدخل بعضياتها باش تجيكم مزيانه. صافي نوصلوا التحريك، وحنا دابا كنزيدو العسل. هذه القرعه هذه الزمزمي ضروري غنديرها كامله، يلا غتجي
وما كنخلطوا شويه بشويه. باش دابا ندير السكر، خلي بلاتي سبيسيال بلاتي، تنشوفوا في غير نوصلوا بالحلاوه باش ما تجيش تاني حلوه بزاف. ندخلوا العناصر مزيان بعضياتها، شتي كنجبد من التحت وكنعطيها الخاطر بشويه ليها بحال غدلكوا العجينه، شتي باش يعني العناصر كتدخل بعضياتها باش تعطيهم واحد لوكو زوين. نصو العسل ضروري يدخل في بعضياته مزيان مزيان، لا في الطحين وخصوصا هاد انا كندير الفينو، الفينو كيجي مرمل ما كنديرش، انا عمري ما درت فورس وحده، دائما تنخلط بالفينو. الفينو راه كيجي زوين، ما مذاق تاعو غير جربوه والله العظيم ما غايعجبكم. انا كل عام كندير هكا وترحم صغير في الدار، يعني كنشد الكوكوط كندير فيهم يعني هاك نهار شويه، اللي بغى واحد ما يدير واحد الكميه كبيره كل نهار يدير شويه. احنا زدنا واحد شويه ما زهر، ودابا غنديروا الزبده. راه من الاحسن نديروا حاجه كل حاجه يعني اي حاجه بغيتوا ديروها ديروها في الدار. وهذه راه زبده سبيسيال يعني مزيانه، هذيك ديال حيوانيه ماشي نباتيه، لان واحد يدير يدير حاجه مزيانه ما يديرش فيها مارغرين، مارغرين راه ماشي يدير الصفوف. من الاحسن اللي كتباع في الحانوت ولكن حيوانيه، راه شويه غاليه ولكن الانسان ما عنده ما يدير. اول لا يدير واحد الحاجه مزيانه يدير فيها عسل يدير فيها زبده مزيانه باش تاني ما تضروش شي. تمشي درت العسل ديال السطوله يعني دوك الرخاص كيديروا 10 دراهم، اولا درتي تاني الزبده على العاديه ما لا مذاق لا والو، واحد خاسر خاسر يعني القوام وكل شيء يعني بثمن اللي هما يدير العسل يعني الزمزمي تقريبا راه جاي شويه حر يعني مذاق تاعو زوين. وهذه الزبده حيوانيه تاهي راه مزيانه صافي. وبدا نخلطو غير بشويه بشويه باش نعرفو باش ما نقووش الزبده بزاف تاني، فهمتوا. انا ضد هذيك اللي كيمشي وكيصابوهم في الماكل تجي شاحته، هي من الاحسن طحني كل شيء في الدار وزيدي عليهم الزبده كيما قلت لكم حيوانيه، وديروا العسل باش تنقصوا عليكم ثاني من السكر. شتي دخلوا العناصر شويه بشويه، عمركم ما تكبوا في اي حاجه حتى في العجينه، ملي كتكبوا الماء بخطره وحده ربما تفاجئكم في الاخر تجرى لكم تبقى واحد فيها وثاني كذلك سوا ثاني خصها بحال اللي تدلك ضروري. في الاخر غندير الغربال ونغربل كلشي، راه مشى لي المقطع الغربال ما مشى ليا. صافي نبقاو كنخلطوا ونشوفوا شنو كاين، وغنزيدوا ضروري غنزيدوا واحد جاني شويه ناقص من السكر، درت فيه نص تاع داك الطبسيل يعني كان فيه نص كيلو، هذاك درت فيه رابعه ديال سبيسيال يعني كون ما كاينش العسل غتهز لك كثار نص كيلو يعني على الاقل واحد كيلو ديال السكر. وراها كتجي زوينه كتجي مرمله وما ضركم ما والو. نواصلوا التحريك وتخلط مزيان، خلطوا 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 مزيان، حاولوا تدخلوا العناصر كلها في بعضياتها باش كل شيء يجي يعني. حتى درت واحد الحاجه عطيوها الخاطر شويه، دائما الخاطر في اي حاجه اي حاجه ديروا لها الخاطر، لا في ملوي بغري في الطياب في كل شيء خاصو الخاطر. اما دي كوكوت ما خلات خاطر العباد الله يربي السلامه. انا زدت العسل اللي كان باقي ها هو النص سبيسيال اللي قلت لكم، هو هذا اللي زدت في الاخر. صافي غنخلطوا مزيان هاد العناصر كامله. انا باش نقطع لكم الفيديو خليته باش تشوفوا شنو اللي زدت ولا نقص، مشى لي غير المقطع ديال الغربال هو اللي مشى ليا ضروري. انا خديت قصريه كبيره ودرت فيها الغربال وبديت نحك فيها يعني الغربال شويه عينو واسعين، ما غيبقى حتى حاجه السكر كلاصي ولا كلشي كيتحك
ما كتبقى حتى حاجه يعني كترجع كيما كانت، يعني كلشي كيولي طبقه واحده. صافي حاولوا ما ديروش اكثر من هذا الشيء، الزبده ولا كنتو كتخلطوه بالزيت وشي حاجه، لان باقا فين هذا الزيت تشرب، باقا فين زرع الكتان والجنجلان وكاوكاو واللوز غيطلقوا الزيوت ديالهم. راه ملي كتكونوا في رمضان، شوفوا ملي كتقرب تسالي السفوف، راه في الاخر كلها كتولي زيت من تحت. الا قويتو فيها الزيت يعني الا كانت على حد القدر غتجي مزيانه. يعني ديروا بحسب ان راه باقا غادي تطلق الزيوت ديالها. ونتمنى هذه السوف تعجبكم ان شاء الله وتجربوها، راها كتجي رائعه. واللي درتوها وجربتوها يعني وعجباتكم، ديروا لي جيم واشتراك وبارطاجيوه مع الاهل والاحباب اللي تاهم الفائده. وحنا بغينا كلشي يستفاد وكلشي يدير هذه الطريقه، حتى هي راه زوينه هذه الطريقه، راه حتى انا وروها لي حنا وروها لنا الناس وحتى حنا كنديروها عادي، راه كلشي كيتعلم. لو خايبان ولا كتاع حبيبات تاع السكر كلاصي او شي حاجه، كلشي ما حاجه ما غتبقى، كلشي غيولدو في غربال، كلشي ما تخافوش منه. هانتوما حكوا في يديكم مزيان هي باش دوك الزيوت ولا العسل ما يبقاش بلاصه وحده، نعب حتى الاخر عاد ندوزوها في الغربال. صافي ها هي شو كيولد دابا، راه صافي شاده راسها مزيان. صافي درت رابعه ديال السكر كلاصي اولا سبيسيال. صافي ان شاء الله حندوزو دابا طبق تقديم. انا زوقتو بهذه الطريقه ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وتكون طريقه هذه الزواقه تكون مزيانه وعجبتكم. لو ما عجبتكم شيء قول لي في كومونتير، واي حاجه بغيتوها اكتبوا لي في كومونتير باش نعاود نديرها لكم. اي حاجه بغيتوها ها هي نقرب شو كي جات. وكان هذه هديكم جميع المشاهدين ديالنا، وشكرا والى اللقاء.